السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنحكي لكم اليوم قصة جديدة وممتعة في نوادر البخلاء وحكايات العرب مع ضيوفهم. قدم أعرابي من أهل البادية على رجل من أهل الحضر فأنزله، وكان عنده دجاج كثير، وله امرأة وابنان وابنتان. يقول صاحب المنزل الذي نزل عليه الأعرابي: قلت لامرأتي: اشوي لي دجاجة وقدميها لنا نتغدى بها. فلما حضر الغداء جلسنا جميعا، أنا وامرأتي وابناي وابنتاي والأعرابي، فدفعنا إليه الدجاجة وقلنا: اقسمها بيننا، نريد بذلك أن نضحك منه. قال الضيف: لا أحسن القسمة، فإن رضيتم بقسمتي قسمت بينكم. قلنا: راضون بقسمتك. فأخذ الضيف رأس الدجاجة فقطعه ثم أعطاني إياه وقال: الرأس للرئيس، أي صاحب المنزل. ثم قطع الجناحين وقال: الجناحان للابنين. ثم قطع الساقين فقال: والساقان للابنتين. ثم قطع العجز، أي مؤخرة الديك، وقال: للعجوز. ثم قال: الزور للزائر، فأخذ الدجاجة بأسرها. فلما كان من الغد قلت لامرأتي: اشوي لنا 5 دجاجات. فلما حضر الغداء قلنا: اقسم بيننا. قال: أظنكم وجدتم من قسمتي أمس. قلنا: لا، لم نجد. فقسم الضيف بيننا. فقال: شفعا أو وترا؟ قلنا: وترا. قال: نعم، أنت وامرأتك والدجاجة 3. ورمى بدجاجة. ثم قال: وابناك ودجاجة 3. ورمى بالثانية. ثم قال: وابنتاك ودجاجة 3. ثم قال: وأنا ودجاجتان 3. فأخذ الدجاجتين فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه. قال: ما تنظرون؟ لعلكم كرهتم قسمتي، الوتر ما تجيء إلا هكذا. قلنا: فاقسمها شفعا. فقال: فقبضهن إليه ثم قال: أنت وابناك ودجاجة 4. ورمى إليه بدجاجة. والعجوز وابنتاها ودجاجة 4. ورمى إليهن بدجاجة. ثم قال: وأنا وثلاث دجاجات 4. وضم إليه 3 دجاجات. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله، أنت فهمتها لي. وهذه حكاية أخرى. أقبل أعرابي يريد رجلا، وبين يدي الرجل طبق من التين. فلما أبصر الأعرابي غطى التين بكسائه، والأعرابي يلاحظه، فجلس بين يديه. فقال له الرجل: هل تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال: فقرأ. فقرأ: والزيتون وطور سينين. قال الرجل: فأين التين؟ قال: التين تحت كسائك. شكرا لاستماعكم، انتظرونا في حلقة قادمة. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد.